السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، متتبعي قناة حكيم حجر، مرحبا بكم في لقاء جديد وموضوع جديد غاية في الأهمية، يتعلق بحجر يعرفه الكثير وهو العقيق. في هذا المقطع بإذن الله عز وجل سأتكلم لكم عن أسرار العقيق. الكثير من المتتبعين ومشاهدي قناة حكيم حجر يتساءلون عن كيفية معرفة العقيق وما هي خصائصه وفوائده وأسعاره. إخوان الأفاضل، مرحبا بكم في هذا اللقاء. كما تعلمون أن العقيق منذ القدم وهو يعرف في الثقافة الشعبية سواء المغربية أو العربية بشكل عام. نعم، العقيق اليمني يشكل لبنة أساسية داخل الأحجار الكريمة. وكيف نتعرف عن العقيق؟ ما هي الخصائص التي يتميز بها؟ أولاً، يجب النظر بتمعن إلى العقيق. العقيق فيه لون وفيه لمعان شمعي، هذا اللمعان الذي يتميز به العقيق خصوصا هو مختلف عن باقي الأحجار. فالعقيق تجد ألوانه شمعية، ليس ذاك البريق المرتفع. الشيء الأساسي الثاني وهو صوت العقيق. العقيق له صوت مختلف كما تسمعون. الشيء الثالث وهو تلك الخطوط، كما ترون في هذا المثال هناك خطوط إما واضحة للعيان أو تجدها بداخل الحجر كما سترون تحت ضوء الكاشف. هنا ترون ضبابية داخل الحجر، هناك سبحان الله شوائب مختلفة وخطوط متراصة تميز عقيق عن باقي الأحجار. العقيق له هذه الميزة ويجب التركيز عليها. هناك سحب ركامية داخل الحجر. أنا أتكلم عن العقيق بشكل عام، ثم سنتكلم عن بعض أنواع العقيق وهو أشهرهم وبدون منازع وهو العقيق الكبدي. نعم، أشهر أنواع العقيق وهو العقيق الكبدي كما ترون. العقيق الكبدي لماذا سمي كبدي؟ لأنه شبيه بكبد الإنسان، ترى به خطوطا متراصة بداخل الحجر، ولكن من الفوق تجد هذا العقيق لونا واحدا. هذه الخاصية يجب التركيز عليها وهي ثبات اللون. اللون العقيق يجب أن يكون ثابتا، عندما تراه من هذه الجانب أو من ذاك الجانب يجب أن تجد الحجر ثابتا في لونه، ليس متغيرا كما ترون هنا كذلك. ولكن هناك عقيق آخر تجده ألوان فيه مختلفة حسب زاوية الرؤية كما سترون إن شاء الله في هذا المثال الذي سأوضحه أمامكم بإذن الله عز وجل. هناك حجر متغير اللون هذا كما ترون، تجد حجرا هنا أبيض وهنا لون أزرق. هذا التغير في الألوان إنه ليس عقيقا أصليا كما سترون كذلك هنا. هذا التغيير في اللون، هناك لون أبيض وهناك لون بنفسجي أو لون، يجب أن يكون هذا العقيق ذا لون ثابت كما ترون هنا. هنا لون مختلف وهنا لون مختلف، يجب أن يكون اللون ثابتا. العقيق يجب أن يكون لونا ثابتا كما ترون في يدي هنا. من أهم خصائص العقيق كذلك والتي يجب التركيز عليها الصلابة. فالعقيق ذا صلابة مرتفعة. نعم، إنه صلب. هناك أنواع من العقيق يسألني عنها الكثير وهو العقيق شفة العبد.
شفت العبد كيف أتعرف عليه كذلك، وهو من أشهر العقيق من أنواع العقيق وذا القيمة الباهظة بالمصباح الكاشف. كلما كان العقيق ذا لون غامق واحمرار ليس واضحا فهو عقيق شفت العبد، أما إن كان هذا العقيق واضحا وضوح الشمس فذاك عقيق ولكنه عقيق إفريقي كما ترون، فإنه ضعيف الجودة وثمنه رخيص وفي الأسواق تجده بكثرة. إخوان الأفاضل، العقيق اليمني ذا خصائص مرتفعة، ويجب التركيز دائما على اللون الثابت والصلابة كما قلت والإضاءة، فكل عقيق هو ذا مميز أساسي وهو هذا، يمر الضوء بداخله. العقيق كل عقيق هو شفاف، العقيق دائما تجد الضوء بداخله كما ترون في هذا الحجر، هذا الحجر الجميل جدا سبحان الله. هذا الأنواع من العقيق تجدها بشكل مختلف، وأشهر ألوانه كما قلت هو العقيق الأحمر الرماني، وقد وجدت حجرين لأريكم هذه الصورة الرائعة لهذا النوع من الحجر كما ترون، عقيق أحمر. العقيق الأحمر هو الأغلى من بين جميع الأحجار، والرتبة الثانية هو العقيق الكبدي كما أسلفت الذكر. إخواني الأفاضل، أوصيكم بالعقيق واتخذتم له لأنه ذا قيمة وذا فوائد كثيرة، أوصى بها العلم وأوصى بها الدين وأوصى بها الكثير، فلن أطيل عليكم. الخصائص التي قلتها لكم هي التي يجب التركيز عليها، وبدونها فما هناك سر يجب أن أقوله لكم، وهو أن البعض يقول أننا نقيس بتاكسيل الهاتف نقيس الحجر، أو بشعيرة فوق الحجر، أو بالبلاستيك فوق الحجر، كل هذه خزعبلات. أقول العقيق اليمني يجب التركيز على الملمس واللون والشفافية داخل الحجر والملمس أقول والصوت. أما ما يتداوله الكثير فهذه المعلومات أجدها خاطئة، وأقول لكم في هذا المقطع، وكما تعلمون أن حكيم الحجر دائما يقول لكم الحقيقة، الحقيقة التي يكرهها الكثير للأسف ولكنها الحقيقة. ركزوا على اللون الثابت، ركزوا على الملمس، وركزوا على الشوائب التي تشبه السحب الركامية داخل الحجر، وآنذاك ستتعرفون على العقيق اليمني الأصلي. ولا تنسوا أبدا دعمكم شرف لنا، وحكيم الحجر دائم البحث ودائم البحث عن ما يفيدكم إخواني الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.